ماكدونالدز جاب ان بروغرام دو فيديليتي جديد. كيفاش تستافد منه؟ تبع معايا. عندك لابليكاسيون موبيل وديجا انسكري فيها. ملي توصل لابورن دو كوموند ديال درايف، حل لابليكاسيون ودخل لا روبريك فيديليتي. قول ليكيبيا ديالنا بلي بغيتي تستافد من لو بروغرام دو فيديليتي. عطيه لو كود افيشي في لا كارت دو فيديليتي اللي في لابليكاسيون، دوز لا كوموند ديالك، خلص وبصحة وراحة. كل درهم كيعطيك نقطة والنقاط كيتحولوا لدي ريكومبونس. كيفاش تستافد من النقاط ديالك في الدرايف؟ سهلة بزاف. فاش توصل لابورن دو كوموند ديال درايف، حل لابليكاسيون، دخل لا روبريك فيداليتي واختار لا ريكومبونس اللي بغيتي تاكتيفي. باش دوز لا كوموند، علم ليكيبي بلي غتستعمل وحدة من لي ريكومبونس ديالك. عطي لو كود ديال لا ريكومبونس ليكيبي، فيناليز لا كوموند، ريكوبيريها وبصحة وراحة. اليوم مع لو بروغرام ماي ماكدونالدز فيداليتي، لا فيداليتي ديالك ولات ريكومبونسي وغادي تستافد من 50 بوان غراتوي عند اول استعمال. الا بغيتي تعرف اكثر، سول الفريق ديالنا في الريستورون. تيليشارجي لابليكاسيون من دابا واستافد من لو بروغرام دو فيداليتي.